حضور الكريم، وصلنا إلى ختام فعاليات قمة المعرفة 2017 التي انعقدت تحت شعار المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حيث شهدنا انعقاد أكثر من 35 جلسة في مختلف المجالات، استضفنا خلالها أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم. Ladies and gentlemen, we have now come to the conclusion of the Knowledge Summit 2017, which had the theme of knowledge and the 14th or the fourth industrial revolution. This year's summit highlighted across more than 35 sessions the many facets of the fourth industrial revolution. وندعو الآن سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة لتكريم المساهمين في نجاح هذا الحدث المعرفي الأبرز على مستوى المنطقة. We would like to call the CEO of MBRF, His Excellency Jamal bin Huwairib, on stage to acknowledge those who contributed to the region's most prominent knowledge event and made the Knowledge Summit 2017 such a successful one. أستاذ جمال، يعني نستأذنك بكلمة حول الحدث والمكرمين قبل أن نبدأ التكريم. أشكر كل المتحدثين، أشكر كل المنظمين، أشكر الحضور الكرام، وأشكر كذلك موظفي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الذين نظموا أحسن التنظيم في هذه القمة العالمية، وكذلك أشكر شركة أنتراج، وأشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما عدا هاني. طبعا هاني له دور كبير في كثير من الأعمال، ونقدم له تحية خاصة. كذلك أخص بالشكر الإعلام المحلي والإعلام العالمي الذي قام بأعمال كبيرة من أجل نشر الوعي عن حول هذه القمة، وأخص قناة العربية وقناة دبي، قناة أبوظبي، قناة الإمارات، قناة سما دبي، والإذاعات جريدة البيان والاتحاد والخليج، وشركة العين الإخبارية، وكثير من المؤسسات الموجودة الإعلامية. وأشكر، سأذكر لكم وقت التكريم المواقف كل موظف، حتى من زملائي في مؤسسة محمد بن راشد، كل له بصمة في هذه القمة. وأشكر كذلك الأخ يونس وندى الشيباني على إبداعهم في هذه القمة، وإن شاء الله نستمر في العطاء ونستمر معكم في التميز. وأتمنى من الجميع أن يذكر لنا ملاحظاته واقتراحاته لكي نستفيد منها خلال القمة القادمة، قمة المعرفة 2018. شكرا لكم. نشكرك أستاذ جمال، ويعني أكيد كل هذه الملاحظات والاقتراحات والدعوة منك أكيد نمت عن الشفافية والطموح لتقديم الأفضل إن شاء الله السنة القادمة. الآن سنبدأ بتكريم المشاركين معنا في هذه القمة، ونبدأ بالرعاة. Ladies and gentlemen, we will start with the names of the sponsors. Our main sponsor. اتصالات. Dubai Municipality.
هيئة كهرباء ومياه دبي. Sky News Arabia. العربية. Once again, Abu Dhabi Media. National Geographic Abu Dhabi. CNBC Arabia. انتوراج. Entrepreneur. البيان والإمارات اليوم. And last but not least, from the main sponsors, Dubai Media. شبكة الإذاعة العربية. And finally from the diamond sponsors, Al-Watan newspaper. الفضي للقمة بنك الإمارات دبي الوطني. The transport sponsor Audi. شريك الطيران طيران الإمارات. وفلاي دبي. And fly Dubai, yes. And finally, our final transport sponsor, Aramex. جماعية لكل الرعاة. And please get together for a group picture.
المبتكرين المشاركين في معرض المعرفة لأخذ صورة جماعية، فليتفضلون إلى المنصة. We now welcome the participants in the knowledge exhibition on stage for a group picture. الآن ندعو فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنصة لأخذ صورة جماعية. We now welcome the team of UNDP on stage for a group picture. الآن الصورة الجماعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. And now before UNDPs, one picture with Mr. David Hansen. Thank you very much. شكرا لكم. الآن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كل شخص في البرنامج بياخذ صورة لنفسه الحالة. تفضل. بعد الصورة الجماعية. Very much. الآن ندعو المتطوعين المشاركين في تنظيم القمة خلال اليومين الماضيين لأخذ الصورة الجماعية. We now welcome the volunteers on stage for a group picture. لفريق لما التطوعي. Thank you very much, ladies and gentlemen. الآن ندعو فريق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لأخذ صورة جماعية. We would like to welcome the MBR team on stage for a group picture. لهذا الفريق الجبار مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ونشكر جميع الحضور. هناك صورة ختامية أخيرة راح تكون مع مقدمين اللي شاركوا في تقديم الجلسات خلال اليومين الماضيين. أنا نفسي ندى الشيباني، يونس، سيف، عزة المغيري، أميرة محمد، ونور الدين اليوسف. Ladies and gentlemen, last but not least, it's us, the MCs, the people who were there, the panelists, probably our small MC panelists. Thank you very much. Please welcome on stage. Abdi. We'll be right back.
ladies and gentlemen, for bearing with us. Your Excellency, thank you very much for bearing with us and giving us your positive energy. And one last picture with the entourage team. Yes. شكر لجميع الحضور والمشاركين في فعاليات قمة المعرفة 2017 على أمل اللقاء بكم في دورة العام القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Finally, we would like to extend our deepest gratitude to all those who have participated in the Knowledge Summit 2017 and hope to see you all in next year's event in best of health. Thank you very much.